أهلا وسهلا بكم في الدورة الشاملة للتسويق البريدي، معنا أحمد ناصر. في هذه الدورة سنشرح لكم كيفية تسجيل في موقع ميل تشيمب، وكيف عمل أودينس أو ليست، قائمة بريدية كيف تسميتها، وعمل إعدادات الخاصة بهذه القائمة البريدية من خلال ميل تشيمب، كيف ضبط المرسل، اسم القائمة، إضافة العناصر والأسماء والكونتاكس، الفرق بين الأودينس والكونتاك بداخل الميل تشيمب، كيف تعمل ساين اب فورمز من خلال الفورم بيلدر، من خلال البوب ابس، من خلال الامبيدد فورمز، وكيفيه تفحص وتقييم المشتركين وتصميم الفورمات واضافه حقول جديده لكي تتمكن من تضمينها في صفحه الاشتراك، كيف التعديل والحذف والتعريب، وايضا حتى الترجمه للفورمز من خلال ميل تشيمب. هذا كيفية إضافة البوب أبس، وهي ميزة جديدة في ميل تشيمب تتيح لك إظهار بوب أبس بعد مرور عدة ثواني في الموقع للحصول على الكونتاكس انفورميشن، كيفية ربطها مع الموقع الخاص بك، وأيضا كيفية تضمينها بشكل كامل في موقعك، وستظهر لك بشكل حلو كيفية عمل أوفرلي للشاشة وعملها ريسبونسيف مود وضبط خاصية التوقيت لإظهار البوب أبس بشكل كامل. أيضا سنشرح لكم في هذه الدورة عن كيفية ربط الأوتوماتيكي للميل تشيمب مع الووردبريس، وربطها مع جميع المستخدمين عند التسجيل مثلا، وعند التعليق، أو حتى عند أي إيفنت يعمل المستخدم في داخل الموقع. أيضا سنشرح لكم كيفية تصميم الإيميلات وأرسالها عن طريق الحملات البريدية في داخل الميل تشيمب، كيف تستخدم الواجهات الجديدة في ميل تشيمب، كيف ترسل الإيميل، كيف تتحكم بالصور، خطوط، وترسل معاينة وترسل الحملات بشكل فعلي وتجدولها للمستخدمين. أيضا سنشرح لكم في هذه الدورة عن الأتمتة الإلكترونية باستخدام الميل تشيمب، والفرق بين الأوتوميتد والحملات العادية من خلال التعامل مع النفق التسويقي. راح نعطيكم أمثلة عملية على النفق التسويقي، كيف نحن نستخدمه في دوراتنا بشكل عام. كل هذه الأمثلة وأكثر معنا في هذه الدورة، في دورة التسويق البريدي الشاملة، معي أنا أحمد ناصر. لا تضيع فرصة الاشتراك، وانقع الرابط وانضم لي في هذه الدورة. تحياتي لكم.